دمى دمتك دمى دمتك أحلى برنامج من دون شك. دمى دمتك دمى دمتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دمى دمتك دمى دمتك لغز السياسي عنده الفك. دمى دمتك دمى دمتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دمى دمتك دمى دمتك بننطر وقت وديك ورتك ديك ورتك ديك ورتك ديك ورتك ديك ورتك ديك تك ديك تك ديك تك ديك تك. العوافي من ديمقراطية. الهبة السعودية للجيش اللبناني بلشت تطل علينا بعد طول انتظار، وامبارح استلم الجيش اللبناني 48 صاروخ ميلان فرنسي. العوافي للرئيس الأسبق إيميل لحود. العوافي، كونك كنت قايد للجيش، شو رأيك بصواريخ الميلان 48؟ إذا هالصواريخ هدفهم إسرائيل فبيصيروا مثل اللي عم بيقوس على النسر بالخردقة. الصاروخ مدى 2 كيلومتر ودبابة المركافة مدى مدفعها 5 كيلومتر، يعني المركافة بتقصف علينا وبتبرم قفاها لصاروخ الميلان وبتعمل له وزك وز. طيب بركي لأستعمالهم ضد داعش والنصرة. ما داعش والنصرة ما عندهم مدرعات، هاودي بيهجموا مثل قطيع المعزة. صاروخ الميلان بيضيع بيناتهم مين بده يلحق. يعني اول دفعة من السلاح ما الى لزوم. استاذ شربل، اذا هجم عليك وكرة ببير بترشوا دواء للبرغش او سموا ديمول؟ ايه هاودي دواء للبرغش. شكرا للرئيس ايميل لحود. وقبل ما نتابع اللقاء مع ضيوفنا، خلونا نشوف الهدية المفاجئة اللي وصلت للدكتور فارس سعيد، ومن مين وليش. تيك تك 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 تك. مرحبا، حضرتك الدكتور فارس سعيد؟ ايه نعم، مينك انت؟ انا موظف بشركة بريد خاصة، في الك الهدية بعتولك اياها عبر شركتنا. ومن مين هالهدية؟ من المسؤولين عن الحوار المسيحي المسيحي، ابراهيم كنعان وملحم رياشي. اوف، كنعان ورياشي بعتلي هدية، ليش بقى؟ ما انا كل يوم بهاجمهم وبهاجم حوارهم. يمكن بدهم يكسبوا ودك وعطفك وتأييدك. على كل حال انت مش خسران شي. معك حق، انا مو خسران شي. احطها بهالارض لنفتحها. حطيتها. لك شو هذا؟ هيديو كلب بيتبول. اي اي اي، بس ليش؟ ليش؟ طيب نعلم الحوار والعيش. للأسف يمكن البيتبول مطلوب بكثرة هالأيام لأسكات المزعوجين من الحوار المسيحي المسيحي. بريك ومنتابع. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. التيار الوطني الحر أعلن اليوم عن مقاطعة الجلسة التشريعية اللي دعي لها الرئيس نبيه بري، وكان النايب أنطوان زهرة أعلن أنه القوات والكتائب رح بيقاطعوا. العوافي أستاذ أنطوان زهرة. العوافي حبيب قلبي أنت، أنا كتير بحبك وبحب برنامجك. اف، هيدي من مفاعيل الحوار المسيحي المسيحي؟ معلوم، خبر خبر المشاهدين عن الخطوة اللي عملها الحكيم تجاهك. لا، هيدي بدي اعمل لها غنية. فينا نقول انه الجلسة التشريعية رح تكون بلا حضور مسيحي؟ معلوم، نحن وحلفائنا بالتيار الوطني الحر وبالكتائب رح منقاطع هالجلسة. اف، حلفائكم بالتيار الوطني الحر؟ وحبايب قلبنا كمان. يعني لما يلتقوا الجنرال والحكيم شو رح تعمل؟ رح غير عائلتي تتصير أنطوان زهرة الليمون. ما حدا يتعجب. وهلأ منبقى مع رد شكر أرمني للوزير الياس بوصعب اللي عطل المدارس ب 24 نيسان استنكارا لجرائم الإبادة التركية بحق الأرمن. الشكر على لسان النايب هاجوب بكرادونيا، وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. مرحبا ويعطيكم العافية. أنا اليوم حبيت باسم أرمن لبنان قول شكرا جزيلا لمعالي وزير التربية الياس بيك صعب. الوزير الياس بيك صعب، ومشان تضامن مع شعب أرمني اللي كان ضحية المجازر التركية، قرر تسكير المدارس وتعطيل التدريس يوم 24 نيسان في لبنان. شكرا معالي وزير بيك صعب. ونحن شعب أرمن بلبنان
تقديرا لكم ولموقفكم قررنا ولأن اسمك الياس قررنا أن نقفل محلاتنا ومؤسساتنا كل سنة على عيد سانت ريتا. شكرا. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك